أنفاء المشاهد من الحاجات اللي بتعجبني جدا هنا في الإمارات، بتحمي المشاهد، بتبعدهم عن الخطورة بتاعت السيارات اللي بتجري على الطريق. أتمنى إن التجربة دي تنتشر في باقي الدول العربية وخصوصا عندنا في مصر. نفق المشاه يعديك من الشارع للناحية التانية بدون أي خطورة وبدون أي رسم. أتمنى إن الموضوع دوت يتنفذ خصوصا في مصر، لأنه في ناس كتير جدا بيموتوا في حوادث الطريق أثناء عبورهم للشارع من جهة للجهة الأخرى، بيتخبطوا بعربية وبيموتوا، ونعرف ناس قريبين مني حصل لهم الموقف ده. فيا ريت التجربة دي تتعمم خصوصا في المحافظات الكبرى، زي ما احنا شايفين انت بتنزل وبتعدي الناحية التانية بكل سهولة. الموضوع سهل، ما هوش صعب قوي، وهيحمي كل المشاة. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.